في هذا الكون الأعلم منتهاه، ولكن منتهى هذا الكون أنت ربي في علاه، أن تقطع عيسى ابن مريم وهو رضيع، فقال لأهل أمه إني عبد الله وقد يموت الصغير ولا يموت الكبير، ويعكس الأمر طورا ويحدث التغيير، فهم الحياة عقيم فهم الحياة عسير، صرفت طرفي إلي فعاد إلي وهو حسير، وقال اعبد ربك وارجع إليه تجده نعم المولى ونعم النصير، فاعمل يا أخي خيرا فإنك حتما راكبا للسرير، فتنزل القبر حتما وذلك يوم عسير، في القبر هم وغم ومنكر ونكير، فاعمل يا أخي خيرا تمت رضي الضمير. اللهم صلي وسلم وبارك على أفضل يتيم وجد في الوجود حضرة النبي محمد صاحب بدر الكمال وبدر الجمال وصاحب سر الأسرار الإلهية والشجرة النورانية والتي أرضعته السيدة حليمة السعدية. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأخيار الذين قلت فيهم وأنت النبي المختار آل بيتي كسفينة نوح. من أحب آل بيتي فقد أحبني، ومن أحبني وجبت له الجنة. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة تكريم أبي الغالب ومرب فاضل، فاضت روحه إلى سماء فحزنت لفراقه الأرض، ولقد شرفنا في هذه الليلة ليلة العزاء بدعوة قارئا استطاع أن يجعل لنفسه مكانة بين العظام، قارئا شرف مصر بالمحافل الدولية لأكثر من 37 دولة على مستوى العالم، والأكثر شعبية حقيقية وليس مزيفة، قارئ الإبداع الأول وملك المقامات القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، الذي سنسعد به في هذه الليلة ليلة العزاء، وأيضا سنسعد به أيضا في قرآن الفجر إن شاء الله من سورة آل الأعراف، كما سنسعد به أيضا غدا في 9:15 أمسية دينية. الله ربي أسأل له التوفيق والسداد، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، داعيا قارئ الإبداع الأول وملك المقامات الدكتور عبد الناصر حرك إلى منصة التلاوة مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ب
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة الله يا فضيلة العالم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. صلى على حضرة جمال سيدنا النبي. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
اذكر الله صلى على النبي. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم كنتم تعلمون. شهر رمضان، شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان. حلوه بالصلاه على النبي. احنا البلد تسميها عدوك. حاضر حاضر يا فضل الله. شهر رمضان شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلى على
النبي. مدينه حلوه بالصلاه على النبي. كماليات ان شاء الله. احنا في شهر القران. الله الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر عليك يا مولانا. صل على رسول الله. شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله
ولعلكم تشكرون. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم اذكر الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي لا يسبقه في التلاوة إنسان بصوته العذب الوكرام تجد البلابل على الأقصار إذا مررت بصوته كف شوقا وقل اشجني يا كروان. عفو عفو آه. إن شاء الله اللهم إن شاء الله صلى على النبي.
الهوى الله ذات القرآن الكريم الثالث هنا الله يرضى عليك يا مولانا ليلة حلوة بالصلاة على النبي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قريب أجيب دعوة الداعي إذا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا فضل الله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتم
الظلام إلى الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل تقبل إن شاء الله منك سبحانه من يا حي انت الحي الله يا فضل الله حاضر حاضر صلوا على حضرة النبي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الله أكبر عليك يا مولانا جمال النبي الله أكبر الله أكبر عليك يا سيدنا حاضر حاضر إن شاء الله الله عليك وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس
الناس لعلهم يتقون. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا بالباطل. سلم يا رب يا كريم. وتهدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال بالإثم وأنتم تعلمون. صلى على حضرة الناس. يسألونك عن الأهلة. يا سلام، صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الأهلة كل مواقيت للناس والحج. قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك يا دكتور الله يرضى عليك صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البحر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. يسألونك عن الأهلة يسألونك
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلون عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فإن انتهوا فإن الله غفور وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله
صل على حضرة وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق صوته في القرآن وأعطي الله بالخلق والأكوان فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وعليه ترجعون. وبعد خطنا خط الإيمان والإسلام ما أجمل أن يلتقي الجمال بجمال جمال القرآن وجمال وحسن تلاوة أشنا سويا في رحاب هذه تلاوة القرآنية المباركة وزادكم العالم القراني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك على الصوتية الكبرى إدارة الحاج حسن العناني بزري مخاوز الفرش الكبرى وكسور ضيافة المتنقلة تحت إدارة شريف أبو الفتوح المقيم بصندوق الهندسة الكهربائية الكبرى الأضخم محطة الكهربائية والخدمات الفندقية المتميزة على مستوى جمهورية مصر العربية تحت إدارة أولاد حواس وإدارة البشمهندس مدحت محمد عبد الوهاب. بالجاي وشكر الله ساعتكم جميعا.